في كل يوم لنا قصة نتعايش فيها بقلوبنا مع سيرة صحابية عطرت التاريخ بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. وكلامنا وإن طال سننهيه بسؤال. صحابيات حول الرسول، قصة وسؤال مع سهى النجار. أم أيمن رضي الله عنها، بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم واشتد إيذاء المشركين لأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة، فخرج المهاجرون إلى المدينة فراراً بدينهم من بطش قريش، وكانت أم أيمن من بين المهاجرات. وفي الطريق حدث لها شيء يعجز اللسان عن وصفه، فعن عثمان بن القاسم قال: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة. فعن عثمان بن القاسم قال: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة وجهدت، فدلى عليها من السماء ذلو من ماء برشاء أبيض فشربت، وكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت. وعلى الرغم من كبر سنها إلا أنها كانت تشارك في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تتمنى أن ترى راية الإسلام خفاقة عالية لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فلما كانت غزوة أحد خرجت أم أيمن مع من خرج من النساء لمداواة الجرحى وسقاية العطشى الذين يجاهدون في سبيل الله. وفي غزوة خيبر خرجت أم أيمن لتقدم ما تستطيع أن تقدمه لخدمة دين الله، ولكن ابنها أيمن رضي الله عنه قد تخلف عن غزوة خيبر لعذر منعه من الخروج، فظنت أنه جبن فعيرته بالجبن والخوف، ولم تعرف أنه لم يستطع الخروج لمرض فرسه. أم أيمن رضي الله عنها. وجاءت غزوة حنين وخرجت أم أيمن كعادتها لتنصر دين الملك جل جلاله بأي شيء ولو بشربة ماء تقدمها لمجاهد في سبيل الله، ويخرج معها ولداها أسامة بن زيد وأيمن رضي الله عنهما للذود عن حياض الإسلام والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيمن رضي الله عنه ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين حتى سقط شهيدا في أرض الشرف والجهاد، ويصل الخبر إلى أمه أم أيمن فتصبر أيضا وتحتسب ابنها عند الله كما احتسبت زوجها من قبل. أم أيمن رضي الله عنها. صحابيات حول الرسول. سؤال حلقة اليوم: ما هو اسم أم أيمن رضي الله عنها حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للإجابة أرسل صحابيات اسمك والإجابة الصحيحة على الأرقام التالية: STC 847700، موبايلي 640660، زين 746262.